أطلقت جمعية مصارف البحرين إطلاق حملة وطنية للتوعية بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني والتي تستهدف عملاء البنوك، ذلك من خلال بث رسائل توعوية عبر مختلف القنوات لتستهدف جميع الشرائح والأعمار من مستخدمي الخدمات المصرفية في مملكة البحرين. هذه الحملة تأتي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصال ومصرف البحرين المركزي وأعضاء الجمعية من المؤسسات المالية والمصرفية. إذ تهدف الحملة إلى الحفاظ على السمعة الطيبة لمملكة البحرين وإظهار نجاعة سياساتها المالية في مجال الأمن الإلكتروني، إضافة إلى تبني العديد من البرامج الوطنية المختصة في مجال المصارف والبنوك الرامية إلى توعية الأفراد والمؤسسات وتحذيرهم من المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال الإلكتروني والقرصنة وكيفية الوقاية منها وضرورة الحفاظ على معلوماتهم الشخصية وبيانات البنكية وعدم مشاركة هذه البيانات مع غير المخولين للحصول عليها، إلى جانب التأكد من موثوقية ومصداقية مواقع التسوق الإلكتروني التي باتت تحظى بزيارة العديد من المستهلكين لإشباع رغباتهم الشرائية.